In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear viewer of Al Sanawiya Al Amma and Al Azhar, a new edition of youth program school on air. Ahabbaya Tulab Sun Amma, Halak Dida, Ubinamikum Madrasa Al Hawa, wa Akid, we have the pleasure to host Mrs. Iman Al Masri, senior teacher at the Ministry of Education. Hi and welcome, Mrs. Iman. Hi, Mr. Muhammad, and welcome, my dear students and screen viewers, parents. Welcome in another episode in the program. Hopefully, you find it useful to you. Dear students, today we are going to study the first chapter of Anthony Hope's The Magnificent Work, The Prisoner of Zinda. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنناقش الحلقة الأولى أو الفصل الأول من الرائعة بتاعت أنتوني هوب اللي هي The Prisoner of Zinda, سجين زندا. وأكيد شكل الامتحان أحبائي اتغير بالنسبة للقصة في المواصفات الجديدة السبيسيفيكيشن بتاعت الامتحان. إحنا كان الأول أو الطلاب اللي كانوا في السنة اللي فاتت كان بيبقى عندهم أربع أسئلة open-ended questions بأربع درجات. كان عندنا كمان سؤال quotation بتبقى في اقتباس كده أو عبارة وعليها three questions بثلاث درجات, يعني كده وصلنا سبعة. وكمان بيبقى عندنا three sentence, يعني بيبقى دايما فيهم finder mistake to choose two أو to answer only two, كان اختار اتنين, يعني كان total في القصة كان تسع درجات. النظام الجديد في القصة بتاعتنا سهل جدا رغم ان القصة مليانة بالأحداث وضخمة بقى كده, ونحس بقى ان احنا يعني ايه فيها شغل كتير جدا, ولكن بالنسبة للامتحان هي مجرد ست أسئلة. عندنا أربع أسئلة multiple choice, أربع أسئلة فيهم اختيارات من مختلف متعدد, بيبقى عندنا A B C D واختار إجابة صحيحة, وعندنا ثلاث أسئلة to choose only two, نختار سؤالين فقط, ويبقوا دايما critical thinking تفكير ناقد, يعني to give your own opinion. تاني مواصفات الامتحان في القصة, أربع أسئلة multiple choice A B C D تمام بأربع درجات, وعندنا كمان سؤالين, السؤالين دول أو يبقوا ثلاثة نختار اثنين بمعنى أصح critical thinking تدي رأيك, والأسئلة طبعا دي كل سؤال فيهم بدرجة ونص, فيبقى إجمالا القصة بتاعتنا بقت من سبع درجات. فعشان كده يعني عايز بقى طالب مذاكر كويس قوي أو عارف الأحداث, لأن ممكن جملة تشوز توقعنا, فنخلي بالنا. أوكي تعالوا نبدأ مع بعض ونتكلم على القصة بتاعتنا اللي هي The Prisoner of Zinda. هنشوف دلوقتي على الشاشة هيبان عندنا دلوقتي, هنعمل كده introduction لمس إيمان مع بعض. The Prisoner of Zinda زي ما شايفين كده مكتوب عندي Hope أو Anthony Hope Hawkins, طبعا ده الأوثر المؤلف بتاع الرواية. الانتروداكشن بتاعتنا بتقول The Prisoner of Zinda طبعا 1894 يعني was published أو came out, الرواية دي ظهرت في 1894 by Anthony Hope Hawkins, طبعا ده اسم المؤلف بتاعنا. طبعا what kind of a novel, ايه نوع الرواية بتاعتنا؟ طبعا adventure novel, yes. او رواية خاصة بالمغامرات, yes. Indeed it is a combination of we can say adventure, melodrama and romance, يعني فيها كوكتيل اصلا من المواضيع او الحاجات اللي تناقش, في adventure في ملودراما, يعني في نوع كده من الـ 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 طبعا الـ 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 الدراما او الـ الـ التمثيل فيها, او فيها طبعا فيها باشن فيها احاسيس كتير, ولكن الفكره في الاخر بتنتهي يعني هابي اند, فيها دايما نهايه سعيده اساسا. عندنا كمان فيها رومانس, هنشوف طبعا علاقه بين اذا كان مايكل وكمان انتوني دوموفان, او اذا كان راسندل وبرنسس ليفيا اند سو اون, تمام. فهي طبعا زي ما قلنا a combination of many things. اوكي طيب نرجع تاني للشاشه, بنقول adventure novel in which the king of Ruritania, الملك بتاع روتينيا, وكنا نعرف طبعا ان روتينيا is just a fictional country imaginary one, دوله خياليه not does not exist, يعني الملك بتاعنا هنا is poisoned on the eve of his coronation, في الليله اللي صابح فيها التتويج او حفل التتويج بتاعه, the soon to be king اللي هو الملك او الشخص اللي هيبقى ملك قريبا is poisoned, بيتم تسميمه, and this or thus is unable to attend the ceremony, طبعا التوابع بعد كده الملك ده هيبقى غير قادر على انه يحضر حفل التتويج. وطبعا كنا عارفين كلمة coronation very important word, كلمة مهمة جدا حفل التتويج, وعندنا كمان كلمة ceremony اللي هي المراسم بتاعة التتويج. In order for the son to be crowned king, to retain the crown, عشان الرجل ده اللي هو هينصب كملك عشان يحتفظ بالعرش بتاعه او بالتاج crown, his coronation must proceed,
his coronation must be carried out. لابد ان احنا نجري عملية التتويج. An English gentleman on holiday in Mauritania is persuaded to act as his political decoy. احنا طبعا عندنا في اللي هو الشخصية بتاعتنا central character راسندل هيكون متواجد في منطقة روريتانيا عشان طبعا يعني on a holiday في اجازة بيتم اقناعه هنعرف طبعا by whom to act as his political decoy. political decoy احبائي بيبقى الشخص اللي بيقوم بعمل سياسة طبعا on behalf of somebody else في نيابة عن شخص يعني in an effort to save طبعا بنبذل مجهود في ان احنا او في مجهود ان احنا ننقذ the unstable او instable both right political situation الموقف السياسي اللي طبعا اللي هو غير مستقر للكينجدم بتاعت روريتانيا. What do you want to say about this, Mrs. Iman? تفضلي. طبعا what I want to say about it او الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم فيها هو ده طبعا اللي اتقال عبارة عن summary كده او quick overview on the story او the events of the story. ده عبارة عن احداث كده سريعة عن المين idea او المين event of the story وهو فكرة الكارنيشن او حفل التتويج وان في ملك مفروض الملك ده هيتم ان هو يتوج في يوم معين ولكن فجأة he's poisoned وهم بقى هتحصل كتير جدا احداث علشان يعرفوا مين السبب في التسمم طب هيقدروا ينقذوا الملك طب هو مات ولا لا طب مين الشخص اللي هينفع بديل عن الملك وازاي هيجيبوا بديل عن الملك كل دي events موجودة في الستوري زي ما قال مستر محمد الستوري دي happens in a certain country it's a fictional country هي بتحصل في مدينة او في دولة الدولة دي fictional country but it's supposed to be in Europe هي المفترض انها تكون موجودة في اوروبا طبعا الكونتري اللي بتحصل فيها المين ايفنتس هي روريتانيا او الدولة الاصلية اللي بتحصل فيها الاحداث اسمها روريتانيا وطبعا الكينج اللي المفروض يتوج مفروض هيجي ملك لروريتانيا في عندنا طبعا شخصيات كتيرة مهمة في النوفل دي من اهم الشخصيات the king او بنسميه the real king الشخص الملك اللي هو تم تسميمه و the pretended king او الملك المفروض ان هو هياخد مكانه مؤقتا لحد ما نشوفه الملك الاصلي هيحصل معاه ايه كل دي احداث بقى احنا هنعرفها من خلال مجموعة طبعا من مغامرات كتيرة جدا وهنتعرف على مجموعة كبيرة برضو من الشخصيات شور النهاردة في خلال chapter 1 اللي هندرسه Okay, right. So if we are going to talk about the setting زي ما حضرتك قلت كده نتكلم على setting أو الزمان والمكان كلمة setting أحبائي مش الإعدادات بتاعت السمارت فونز اللي معانا لا هنا كلمة setting SETTING فبتكلم على الزمان والمكان في ناس بيحلوا الكلام تقول لك الزمكان القصة اللي بتتم فين وبتتم امتى القصة دي طبعا زي ما قلنا الكاتب بتاعنا أنتوني هوب بيقول طبعا ان بتتم في a fictional country هي عموما in general it takes place in Europe بتتم في أوروبا لأن احنا بنشوف في القصة تبدأ في لندن انجلند وبننتقل شوية لباريس فرانس وشوية بنروح دريسدن اللي هي طبعا في جيرماني وبعد كده بننتقل للمكان الأهم اللي هو روريتانيا وبنلاقي طبعا هناك في ستريلسو وفي كمان زندا يعني in general it takes place أو the prisoner of Zenda takes place in Europe but Ruritania in particular لكن بتتم بالأخص في Ruritania طيب ده بالنسبة للمكان when امتى in the late 19th century في أواخر القرن ال 19 in the late 19th century أواخر القرن 19 and as Mrs. Iman said Ruritania is just an imaginary country it does not exist يعني الدولة دي مش موجودة it is created It is out of the author's imagination. هي طبعا من خلال كده a fictional country. It is supposed to be in Central Europe. Central Europe. موجودة في وسط أوروبا. This country speaks German. بتتكلم الدولة دي اللغة الألمانية. وطبعا it is a kingdom. دي مملكة. Not a republic يعني مش جمهورية.
وطبعا احنا بالنسبه لنا في النسبه اللي بنتكلم على كمان الاشخاص او الكاركترز في القصه بتاعتنا we have two main families. عندنا اسرتين مهمين جدا, the Rassendylls دول موجودين في انجلند, وعندنا كمان the Elfbergs اللي هي the royal family of Ruritania. تاني كده, the Rassendylls اسره الراسندلز in England, the Londoners, وعندنا كمان أسرة the Elfbergs اللي هم الرويال فاميلي في روتينيا. Miss Iman, how many members do we know of the Rassendylls؟ بالنسبة سريعا كده الشخصيات اللي عارفينها أو أعضاء الأسرة بتاعت الراسندلز. طبعا احنا مين؟ عندنا أهم شخصية فيهم هو رودولف راسندل. Yes. وده طبعا اسمه متشابه مع اسم الكينج اللي موجود في Elfbergs, اسمه رودولف ألفبرغ. yes. تمام, اللي طبعا ده الكينج بتاع روريتانيا. لكن في الراسندلز عندنا رودولف راسندل, عندنا روبرت ذا لورد اوف بالستون, وهو طبعا ذا براذر اوف رودولف راسندل, هو اللورد. لورد طبعا يعني زي الحاكم بتاع مدينه هناك اسمها بالستون, وهو اخو رودولف راسندل اللي هو الشخصيه الاساسيه عندنا في النوفل, فأخوه اسمه روبرت. كمان في عندنا روز. روز دي مش من عائلة, في الأصل هي مش من عائلة راسندلز, ولكن هي زوجة روبرت, أو طبعا تعتبر بالنسبة لرودولف هي his sister-in-law, أو يعني مرات أخوه. تمام, فبنسميها sister-in-law, فهي مرات أخو رودولف اللي هو الشخصية الأساسية ومتزوجة لروبرت. كمان في اسم ذكر اللي هو Aunt Amelia, هنلاقيها في الشابتر ده كمان, وهي تعتبر عمة من عمات يعني عمة رودولف and Robert. And that once was married to one of the Elfbergs. كانت متجوزة أحد أعضاء الفبرغ. وفي كمان في Uncle William. تمام. يبقى زي ما حضرتك لخصت كده وقلت لنا الشخصيات الموجودة في أسرة الراسندلز, روبرت راسندل, لورد أوف بيرلستون, الحاكم, أو طبعا لورد ده لقب بيباع في إنجلترا, حاكم او لورد بتاع منطقة بيرلستون, كان في وقت الاقطاع بقى يعني aristocratic family. وفي الاصغر, الاخ الاصغر, the younger brother, رودولف راسندل, the main character of our novel, الشخصية الرئيسية بتاعتنا اللي هو رودولف راسندل اللي احنا هنقول دايما راسندل باستمرار. تمام, وعندنا كمان زي ما سمعنا اللي هي روز اللي هي طبعا راسندل sister-in-law او روبرتس وايف, زوجة روبرت. قلنا كمان في two other sub characters اللي هم بالنسبة لنا أماليا, who once was married to one of the Elfbergs members, وكمان أو member, وفي نفس الوقت كمان عندنا Uncle William. طيب, what about the Elfbergs؟ طبعا فضل. في الألفبرغز أهم شخصية هو الكينج أو الملك, وطبعا احنا اتفقنا ان هو اسمه رودولف زي بالضبط اسم رودولف راسندل. فعندنا كده شخصيتين الاساسيتين في النوفل دي الاثنين اسمهم رودولف, بس واحد اسمه رودولف راسندل والتاني اسمه رودولف ألفبرغ. وطبعا رودولف ألفبرغ ده اللي هو الكينج بتاع روريتانيا, او supposed to be the king in the coronation, اللي متوقع ان يتم تتويجه ويبقى في حفل التتويج خلاص كده بقى الكينج ده. طبعا رودولف راسندل. في كمان عندنا شخصية تانية هو من الألفبرغز, ولكن هو the half brother of the king, هو شقيقه بس من أبوه فقط, وده طبعا بنسميه ديوك مايكل. ديوك مايكل ده الدوق مايكل, وهو أخو الملك, وطبعا he's the duke of Strelsow, هو الدوق بتاعت مدينة كبيرة جدا اللي هي الكابيتال سيتي اوف روريتانيا أو عاصمة روريتانيا, بنسميه الدوك مايكل. هنقابل كمان شخصيات تانية في يعني الألفبرغز. الشخصيات دول من ضمنهم برينسس فلافيا, هي ممكن تكون يعني بعد كده في أحداث الستوري أو النوفل هنعرف إن الأميرة فلافيا دي هتكون إيه أهميتها أو إيه علاقتها برودولف راسندل وطبعا رودولف ذا كينج. She's supposed to be his fiancé, أو الشخصية المفروض الملك هيخطبها, ولكن طبعا مع تطورات الأحداث عشان ما نحرقهاش هعرفكم بالضبط إيه هي القصة بتاعتها. Great. طيب خلينا ناخد اتصال من سليمان سريعا كده. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام, ازيك؟ الحمد
ازيك عمي يا فندم؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. لو سمحت حضرتك عاوز اقول لك على القصه الاسلاميك بتاعت الازهر. تمام، لو سمحت ممكن حد يشرحها لنا عشان ابن في الازهر انا وازهري ما حدش بيشرحها. طيب هو يعني انا طبعا التعليم هنا في القناه بيؤدى لكل ابناء الشعب المصري بدون تفرقه طبعا، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نخصص جزء الاسلاميك سيلكشنز اللي هي الخاصه بالطلبه بتوع ادبي اللي هم في الازهر، لان بتوع علم بياخدوا برضو ذا بريزنر اوف زيندا. ما هو ادبي. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر. انت حضرتك هو طبعا بيبقى جزء بسيط وسهل، ان شاء الله نخصص له جزء باذن الله. حاضر ان شاء الله حضرتك. بس عايز اقول لحضرتك برضو ان هو برضو عشان تبقى في الصوره برضو ان الازهر او وزاره الاوقاف ما بتتعاونش في القناه، يعني عشان بس في الصوره، يعني انا قلت في الاول ان ده بيقدم طبعا كدوله بيقدم لكل ابناء الشعب المصري، ولكن وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هي المنوطه بالقناه، ولكن طبعا المشكله ان الازهر مش متعاون او مش داخل في القناه التعليميه او قناه مصر التعليميه، ولكن طبعا يعني لزاماً علينا ان احنا هنحاول بقدر الامكان ان شاء الله بعد اذن طبعا اداره القناه ان احنا نحاول نفكر في جزء خاص بالازهر. تمام، ده فيما يخص الاسلاميك سيلكشنز اللي مقرر على الجزء او يعني النوع او الفصل الادبي في بالنسبه للطلاب الازهر. طيب نرجع تاني، حضرتك كلمتني على دي الف بيرجز اللي هم طبعا قلنا دي الف بيرجز هم ذا رويال فاميلي الاسره الملكيه of روريتانيا، وذكرنا طبعا فيها رودولف الفبرغ، وطبعا ده was supposed to be the king او زي ما نقول كده the soon to be king اللي هو future king، هيبقى على وشك الملك اللي احنا المفروض نحضر his coronation حفل التتويج بتاعه. طيب his elder brother الاخ الاكبر بقى ليه اللي هو ديوك مايكل. مايكل هو على فكرة اكبر، لكن unfortunately he was the outcome of a morganatic marriage اللي احنا بنسميه الزواج غير متكافئ، لما يبقى حد كده من aristocratic family او royal family اسره ملكيه وبيتجوز one of the public واحده من عامه الشعب، ما يبقاش ان their son يعني الابن ليه بالنسبه لهم ما يبقاش نفس الامتيازات privileges نفسها، ما تبقاش يعني ما يبدأش يبقى ملك. عشان كده يعني ديوك مايكل although he was so popular for the people of Ruritania more than his brother Rudolf Elfberg but he was not supposed to be the king because his mother was not from the royal family. As I said مامته مش من أسرة ملكية. طبعا المفروض the throne العرش نفسه المفروض يروح تلقائي to رودولف الفبرغ and to princess فليفيا، المفروض يروح للناس اللي هم زي ما نقول من دم ملكي. لكن ديوك مايكل هو صح the duke of ستريلسو، نقول كده زي حكم دار العاصمه ستريلسو زي ما قلنا the capital city of روريتانيا، ولكن ما يقدرش يبقى الملك رغم شعبيته اللي هي موجوده اصلا في روريتانيا وفي طبعا مودرن روتينيا، وخاصه طبعا مدينه زي زيندا مثلا او في الاولد بارت اوف تاون، هنعرف بعد كده الجزء القديم في المدينه بتاعه ستريلسو. فيعمل ايه؟ طبعا هي بقى دي البلوت الحبكه هتبدا من هنا، ان احنا هيبقى طبعا يبقى عندنا مشكله ان هو ازاي بقى هاو تو كيدناب هيز براذر او هاف براذر يخطف اخوه ازاي، وطبعا تو ماري ذا برنسس ويتجوز برنسس فليفيا طبعا تو جيت ذا ثرون. قبل ما نكمل ونشوف طبعا الاحداث شكلها ازاي، عندنا اتصال من اسكندريه. هلو الو، ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام تمام يا مستر. الحمد لله يا حبيبي، ربنا يكرمك. اتفضل. دلوقتي يا مستر كان عندي سؤال في التشوز. اتفضل. رغم النهارده احنا بنتكلم على القصه وانت عارف الوقت النهارده ساعه، فعايزين نوفر وقت القصه، لكن سريعا معاك مس ايمان. اتفضل. تمام. بيقول لي تو نقط. تو وبعدين نقط. يس تو اللي هي تو اللي هي تي او نقط. Is to is to know someone know someone because you have seen someone seen him before. تمام. عندك انت ريكوجنايز عشان بس نوفر وقت. ريكوجنايز ماشي. هو في ريكوجنايز وريلايز. ايوه ريكوجنايز. الفرق ما بين قبل كده ريكوجنايز، انا لو عارف ايمن قبل كده
وايمن دلوقتي ثانويه عامه، ربنا كرمه بعد 4 5 سنين وعشنا كده، قابلت ايمن مثلا باشمهندس قد الدنيا، يا ايمن ده انا اعرفك قبل كده، تمام؟ يبقى اسمها ريكوجنايز. تمام. لكن ايمن دلوقتي كان في المدرسه وقلت له اعمل واجب ومش عارف ايه وبتاع، ولما روح المدرسه ادرك ان نسي الكشكول في المدرسه، يبقى هنا ريلايز. تمام. تمام. اوكي، ثانكس ايمن فور يور كويستشنز. ونرجع سريعا لمس ايمان ونبص على الشاشه، هنلاقي عندنا بقى الكلام اللي هنتكلم فيه. بيقول لي وات از ذا سيتنج اوف ذا بريزن اوف زندا، عندنا على الشاشه دلوقتي حبايه هيظهر الكلام. يس، ذا سيتنج از يوروب ان ذا ليت 19th century، عشان يبقى الكلام بس قدامكم مكتوب. The prisoner of Zinda takes a place بتحدث in a fictional country في دولة خيالية called Ruritania in the middle of Europe في وسط أوروبا in the 19th century في القرن التاسع عشر أو late 19th century أواخر القرن التاسع عشر. طيب نبدأ الأحداث بقى يا مس إيمان ونتخيل كأننا في مسرح كده وشايف كده على طول. أنت كلمتنا عن أسرة الراسندلز، نبدأ من عندهم. الراسندلز تاني موجودين فين؟ موجودين في منطقه بيرلزدن دي اقطاعيه قدام لهم الملكه، تمام كده؟ وبيرلزدن دي موجوده فين؟ موجوده في لندن، ولندن دي هي ذا كابيتال اوف انجلاند، هي العاصمه بتاعه انجلترا. نبدا هناك في هاوس، طبعا في ارستوكراتيك فاميلي، ومعروف عن اسره الراسندلز دول ارتيزنز اللي هم يعني عندهم حرف بالظبط وعندهم بروبرتي، عندهم ملكيه بقى وناس عايشين على كده، تمام؟ بيبدا الفصل كده بنلاقي ان الدايننج روم و راسندل واز هافينج هيز بريكفاست، بيتناول او از هافينج، خلينا نتكلم بصيغه البريزنت هنا، بيتناول الافطار بتاعه. بتدخل روز، وات داز شي سي، بتقول ايه؟ طبعا روز شافت رادولف وهو قاعد وبياكل البريكفاست بتاعه. روز احنا اتفقنا ان هي زوجة اخو رادولف راسندل، فهي دخلت وشافته وهو بياكل الفطار فقالت له راسندل you're 29 years old now، انت دلوقتي يا رادولف عندك 29 سنة. Are you ever going to do anything useful؟ انت هل ممكن تعمل اي حاجة مفيدة في حياتك؟ لان انت قاعد وصلت لسن 29 سنة وحتى الآن مفيش أي شيء مهم أنت عملته في حياتك. طبعا هنا هي تقصد to get a job or having a job، يكون لي أي يعني تفاعل مع المجتمع أو إفادة للمجتمع بتاعه من حواليه. يعني is she blaming him now؟ Yes she's for blaming not being him. Unemployed for yes. being unemployed. يبقى هي دلوقتي البداية بتبدأ روز اللي هي his sister-in-law بتلوم الشخصية بتاعتنا الرئيسية، بتقول له زي المس إيمان كده، بتقول له راسندل You are 29 years old and you do nothing. 29 سنة مش حاجة. بتلومه، تمام كده؟ For being idle أو jobless أو unemployed. طبعا برد عليها What? Why should I work? أشتغل ليه؟ I am rich. I have enough. ده راسندل حبايبي اللي بيتكلم، ها؟ I have enough money to do whatever I want. عندي فلوس كفاية أعمل اللي أنا عايزه. And I am one of the Rasandals. أنا أحد أعضاء أسرة مين؟ الراسندلز. She got annoyed. طبعا طبعا احنا عارفين انه هو في هنا في الجملة دي بيقصد يقول لها المعنى بالعربي انه هو عنده فلوس كتيرة كفاية بلس ان هو من عيلة الراسندلز. طبعا احنا عارفين بقى انه روز في الاصل او في الاساس هي من عيلة تانية، لما اتجوزت من عيلة الراسندلز اصبحت هي ملقبة بنفس اللقب، ولكن في الاصل عيلتها are not the same rich as the Rasandals family وطبعا are not the same important. هي عائلتها مش بنفس الأهمية في المجتمع زي عائلة الراسندلز ولا كمان عائلة غنية زي عائلة الراسندلز. فبالتالي هي لما قال لها أنا أشتغل ليه أنا من عائلة الراسندلز هي حست إنها offended، زي ما يكون بيقول لها إحنا عائلتنا أفضل عائلة أو أحسن عائلة موجودة. That's why she got offended and annoyed. كانت حست بإهانة وغضب. Yes, great. طيب نشوف الكلام ده على الشاشة عندنا كده. نبدأ بـ blaming Rudolf Rasandel. Rudolf Rasandel was a very rich English man who was 29 years old. His brother's wife Rose blamed him for not doing anything useful. بداية كده زوجة أخيه اللي هي روز بتلومه على إنه ما بيعملش شيء مفيد although he is 29 years old. رغم إن عنده 29 سنة. Rudolf Rasandel's reasons for not working. ليه بقى؟ أو how could he justify
not being with the job. بيقول رودولف راسندل said that he shouldn't do anything because he had nearly enough money to do anything he wanted to do. بيقول أنا عندي فلوس كفاية أنا أعمل اللي أنا عايزه. تاني كده راسندل said that he shouldn't do anything. ما يشتغلش. Because he had nearly enough money to do anything he wanted to. A question, Mrs. Iman. لو critical thinking بقى. If you were in Rasendal's shoes, you have such a fortune or a fortune, would you prefer to work or not? Of course I'd prefer to work. Why? طبعا لازم ان انا اشتغل because money, give a reason, huh? Money ends. Money finishes. الفلوس كل ما الواحد بيستخدمها او بيستهلكها يجي وقته وتخلص. This is one reason. Another reason is work help you to have lots of skills. الشغل او العمل بيساعدنا ان احنا يكون عندنا مهارات كتيرة جدا. I can gain lots of experience through work. انا اقدر ان انا احصل على خبرة كتيرة من خلال عملي. برضو ليه ده مهم ان يكون عندي skills و experience? Because this will make me good at dealing with people. ده هيخليني شخص جيد في ان انا اعرف اتعامل مع الناس. يبقى الشغل مش بس عشان ان انا اجيب فلوس واتعب. لا طبعا هو ليه اهميات او مهام اكتر كتيرة. هي فكرة ان انا اكون بعرف اتعامل مع الناس. To be good at dealing with people. To be good at solving lots of your life problems. ان انا يكون عندي مهارة ان انا احل مشاكل كتيرة في حياتي. كل ده بيحصل عن طريق الـ experience that I gain through work او الخبرة اللي بحصل عليها من العمل. Yes. عموما answers vary. طبعا الاجابة بتختلف يعني according to you students. طبعا ده لو جه سؤال في critical thinking هتبقى اي اجابة مقبولة. ناس عايز تشتغل زي مس ايمان وناس عايز ما اشتغلش. مش زي مستر محمد مثلا برضه عايز يشتغل. اوكي طيب نرجع تاني للشاشه ونكمل بقى الاسباب اللي هي طبعا راسندل بيسوقها ويقول ان انا ليه مش عايز اشتغل. And he enjoyed an important position. يعني مش بس عنده فلوس كمان ده عنده منصب او مكانه اجتماعيه. كلمه position منصب او مكانه اجتماعيه in society. His brother was Lord Palesden. لو روز بتساله البوزيشن اللي عندك يعني بيقول لها اكيد my brother or husband زوجك Lord Palesden. هنا احنا شايفين راسندل is like a fox borrowing the might of a tiger. عامل زي بيتباهى بشيء لا يملكه. The fox borrowing the might of a tiger. ليه؟ ما عندوش وظيفة ولكن بيقول my brother is Lord Palesden and my sister-in-law اخي طبعا اللي هي روز از اكاونتس. يبقى انا ازاي اشتغل؟ تمام. طيب وات ايلس؟ رودولف تولد روز ذات هي واز ا ممبر اوف ذا راسندل فاميلي. لا كمان انا عضو في اسره الراسندل. اند هيز فاميلي ديدنت نيد تو دو ثينكس. احنا كاسره مش محتاجين نعمل حاجه خالص. ذيس انويد روز. شي جت انويد. واي؟ ليه؟ اتضايقت؟ بيكوز هير فاميلي وير ريتش. اسرتها هي طبعا معروف ان هي بتحمل اسم زوجها اللي هو روبرت راسندل. ولكن هي اصلا من اسره تانية. Her family were rich but less important. خلي بالكم هي اقل اهميه than the Rasendal. من اسره مين؟ الراسندل. اغنياء ولكن اقل اهميه. رودولف told his brother Robert اللي كان حضر بعد كده Lord Palesden او Lord of Palesden that Rose was angry. بيقول له زوجتك غضبانه because she thought he didn't do anything useful. بيقول له غضبانه عشان انا كراسندل يعني ما بعملش اي شيء مفيد. هيرجع طبعا راسندل بيسيب كل الكلام ده يا مس ايمان ويبص لنا احنا as readers يقول لنا لا يا جماعه يعني I didn't spend 29 years in vain او for nothing. اكيد انا عملت حاجات كويسه جدا. تمام؟ زي ايه بقى؟ رودولف's education and skills. لو انا بتسأل في راسندلز education عن تعليمه and about his skills what should I say. تفضل. طبعا في الحاله دي هو كان راسندل عمال يفكر في انه هو sure he didn't spend his life in vain. هو ما قضاش حياته او عمره كلها بدون ما يعمل اي شيء. بالعكس طبعا he got lots of good skills. عنده كتير جدا مهارات كويسه. For example he's good with guns. هو كويس جدا في استخدامه للمسدس. بيعرف يستخدمه بطريقه كويسه. كمان he's a good swordsman.
a strong swordsman, شخصية من اللي بيحاربوا بالسيوف, شخصية قوية بتعرف ازاي تستخدم السيف كويس. كمان he is good at riding horses, هو جيد في يعني طبعا ان هو يركب الحصنة. بلس كمان الإديوكيشن بتاعه, دي كده خلصنا الجزء بتاع السكيلز. الإديوكيشن بتاعه he knows German as well as he knows English, هو بيعرف ازاي يتكلم, او he speaks German as well as he speaks English, بيعرف يتكلم اللغة الألمانية, وده جزء طبعا هنعرف أهمية ان هو بيعرف اللي يتكلم اللغة الألمانية في النوفل, ليها أهمية جدا في الأحداث. هو بيعرف يتكلم اللغة الألمانية زي ما بيعرف يجيد الإنجليزية اللي هي لغته الأم طبعا, لأنه يعني he was educated in German universities, هو كان بيدرس في جامعات ألمانية. He also knows how to speak French, Spanish and French, Spanish Italian. And Italian طبعا كمان بيعرف يتكلم مجموعة لغات أخرى زي الفرنساوي والأسباني والإيطالي. Yes, great. يبقى هنا احنا كده لخصنا واتكلمنا عن جزئيتين مهمين جدا. His education, تعليمه, وقلنا Rosendahl was or is well educated, متعلم تعليم كويس, well educated. Perfect speaker of different languages, متحدث كويس في لغات عديدة, especially German, الألمانية بالذات لأن نحتاجها بعد كده في روتينيا. ده بالنسبة لتعليمه. ومس إيمان ذكرت لغات عديدة بيتكلمها. طيب, what about his skills, عن مهاراته, قلنا he is a good shot, اللي هو يعني good with the gun, بيستنصر بشكل كويس, competent swordsman, سياف أو مبارز بالسيف بشكل كويس جدا, good at horse riding, بيركب خيل بشكل جيد, likes to live a kind of easy life, likes to travel and adventure, طبعا بيحب يسافر, adventure هنا يقوم بمغامرات as a verb. اوكي, دي بالنسبه his skills and his education. طيب هنشوف على الشاشه كده مس ايمان, بنقول ان he explained that he hadn't been lazy for his life or all his life. بيقول لنا يا جماعه انا ما كنتش كسول طول حياتي. He had studied hard and learned a lot of languages when he was at a German school and a German university. He spoke German as well as English. طبعا مهم جدا نركز على الالمانيه بيتكلمها, لان احنا نعرف بعد كده لما to impersonate عشان يحل محل الملك لازم طبعا يكون بيتكلم نفس اللغة بنفس الكفاءة. And he also knew how to speak French, Italian and Spanish. He was good with a gun, a strong swordsman. He was also very good at riding a horse, بيركب خيل بشكل جيد. وطبعا ده كان المطلوب من اي شاب في العصر ده from an aristocratic family ان هو يعرف الحاجات دي مش اكتر يعني. ما اعرفش طبعا روز مش عايزاه يقف عند كده, عايزاه طبعا to get a job. The difference between Rudolf and his brother. جينا بقى a very important point, نقطة مهمة جدا. يعني شايفين ان روز بتدرك او بتعمل comparison between her husband, زوجها اللي هو روبرت, وطبعا her brother-in-law اللي هو رودولف راسندل. What does she say about her husband and about her brother-in-law? طبعا روز حاسه بقد ايه انه her husband هو شخصيه responsible, يعني جوزها شخصيه مسؤوله, وبتقارنه باخوه اللي هو رودولف راسندل. بتورينا ايه الفرق او ازاي هم عنده في فرق في شخصيتهم, في نظرتهم للبوزيشن او نظرتهم لاي مكانه اجتماعيه. طبعا روز قالت له جمله مهمه جدا, وهي your brother sees in the position sees responsibilities, يعني اخوك بيشوف انه في عنده طبعا اكيد مسؤوليات كتيره جدا لو هو شخص ذو مكانه اجتماعيه. فهو وصل لمكانه اجتماعيه معينه, يبقى اكيد هيبقى عنده responsibilities او طبعا مسؤوليات تجاه الناس. ولكن قالت له you only see opportunities, انت بس بتشوف الفرص, ازاي تعرف تنتهز الفرص من الحاجات اللي انت موجود فيها. ده الفرق في الشخصيه. وطبعا في فرق في الشكل. لو اتكلمنا على الفرق بتاع الشكل هنعرف طبعا ده ليه برضو هدف في احداث النوفل, انه رودولف راسندل has red hair, has straight nose,
عنده شعر احمر والانف بتاعته ستريت مدببه كده. ده كله ليه علاقه باحداث النوفل. ولكن طبعا this is unlike Robert, على عكس من روبرت, هو ما بيديش نفس الشكل او his appearance is different. يس. يبقى زي ما حضرتك ذكرت كده ان في موضوعين مهمين جدا نتكلم, او الاختلافات الموجوده بين راسندل وروبرت تتلخص في موضوعين مهمين زي ما قلنا, the appearance الشكل والبيرسوناليتي الشخصيه. وطبعا ده بالنسبه للشخصيه هنا يمكن هي المين توبيك او مين ثيم اوف اور نوفل, بحيث ان احنا لو اتكلمنا على الشخصيه الاول هنلاقي زي ما روز بتقول طبعا عن زوجها, بتقول روبرت always realizes responsibilities in his position, دايما شايف ان في مسؤوليات في تكليف في المنصب بتاعه. On the other hand, Rassendel always sees opportunities or seeks for opportunities in his position. دايما راسن بيدور على الفرص. لما حتى بتقول له كده بيقول لها to a man like me opportunities are responsibilities. يعني الواحد زيي اكيد البحث عن الفرصه هو ده مسؤوليتي. يعني I'm going to lose an opportunity, مش هضيع اي فرصه. فناخد من اول انطباع كده ان راسندل او رودلف راسندل از opportunist, يعني شخص انتهازي. ده طبعا ده اول انطباع عنه. طيب يبقى لو قارنا تاني على مستوى المسؤوليه, الراجل روبرت بيدور على responsibilities, راسندل opportunities. طبعا ده شيء خطير جدا. طيب لو جينا بقى اتكلمنا, هيبان ده كله في حديث القصه, اتكلمنا على الابيرنس الشكل او المظهر, اكيد طبعا في خلفيه زي ما قلت من كده, خلفيه تاريخيه ان في اماليا طبعا كانت وانس زي ما قلنا انت اماليا راسندل واز وانس مارد تو وان اوف ذا الفبرجز, كانت متجوزه احد اعضاء اسره الفبرج. فطبعا الناتج عندنا او وان اوف هير ديسندنتس احد احفادها بقى هيبقى عندنا ايه اللي هو رودلف راسندل. في كوتيشن كده ميس إمام بيقول before God راسندل is the finest elfberg of them all. راسندل واخد شكل الفبرج, بالعكس ده مش واخد شكلهم وخلاص, ده يعني هو الصوره المثلى او الاجمل او يعني في كل الصفات الكويسه بالنسبه للالفبرج تتمثل في مين, في راسندل. تمام. عموما ده ما بيغنهوش عن ان هو طبعا يكون بالنسبه لروز او على الاقل في منطقه بيرز ان هو شخص ليزي بيرسون, شخص لغايه دلوقتي شخص كسول, واول انطباع عنه the first impression that he is lazy doesn't want to work, وطبعا gave يعني unreasonable reasons for this, ادانا اسباب يعني unlogic. تمام. قبل ما نكمل هناخد اتصال من اسيوط. يا نور ازيك؟ الو نورهان. ايوه مستر. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك انت؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا كان معايا سؤال بتشوز بس في القصه. طيب كويس, في القصه اتفضلي. ماشي. هو بيقول why does Rudolf Elfberg why does Rudolf Elfberg have the right to become the king of Britannia. انت على فكره انا جاوبت السؤال ده من شويه لكن خلاص ماشي, اتفضلي قولي اجاباتك تاني. حاضر. التشويسز هو كتير, because he likes hunting and good food. تمام. ولا because he is the older. ممكن ثانيه واحده يا نورهان عشان نقول اشافه وميسي منصري. يعني why does Rudolf Elfberg has the right to eat to be king to be king يا سريان. يس. وبعدين ايه؟ he likes hunting and good food. He likes hunting and good food. Yes. بي بقى يا نور بتقول ايه؟ دي because he is the older son. The older son. وسي؟ سي بيقول because he is more wealthy and than his brother. Wealthy than his brother. ولا because he was old poor for the most of his life. He was abroad. He is abroad. For most of his life. For most of his life. إن جيت الحق بقى ولا واحد من الثلاث دول ينفع. إزاي؟ هقول لك ليه؟ أنا أخدتهم واحد واحد كده. أنت بتقولي why does Rudolf Rosendahl have the right, Rudolf Elfberg had the right to be king.
لرودولف الفبرج للحق يبقى ملك. كويس كده؟ عايزك بس تبعد عن التلفزيون عشان ما يكونش فيه صدى صوت. لا عندي. وطي التلفزيون شويه واسمعني بس من التليفون. ما انا وطيت يا مستر. تمام، برافو عليك. طيب تاني كده السؤال احبائي، بيقول ليه رودولف الفبرج اللي هو يعني المفروض يبقى ملك، ليه الحق يبقى ملك اللي احنا راجل نحضر حرف التتويج بتاعه ده. انت قلت لي اختيارات، because he likes food and hunting، likes hunting and good food، عشان بيحب الصيد وبيحب الاكل، ده مش سبب يخليه ملك. تمام، وانت متفقه معايا ده ما ينفعش صح؟ اه. طيب سي بي بي دلوقتي وخليك عند سي. هي از مور ويلثي، اكثر ثروه من اخوه؟ لا، ده احنا لا بالعكس شايفين ان اصلا نتكلم الراجل او الكاتب نفسه أنتون هوب على ان منطقه زنده والعاصمه نفسهم تحت سيطره مين؟ سيطره ديوك مايكل. يبقى مش هيبقى ملك عشان خاطر اكثر غنى. تمام، متفقين؟ اه. طيب اه التالت، هي ليفد او سبنت موست اوف هيز لايف ابرود، ان قضى معظم حياته خارج البلد. هو اللي قضى معظم حياته خارج البلد ده بقى على الاقل less popular than his brother ديوك مايكل، بقى اقل شعبيه من ديوك مايكل، فمالوش الحق صح؟ اه. متفقين كده؟ طيب بقى عندك السبب الرابع اللي للاسف هتختاريه، ولكن انا عايز اقول حاجه. القصه بتاعتنا بتقول على الاولدر ماشي، ولكن لازم نبقى عارفين في التكست الاصلي او في الروايه العالميه المعروفه ان بالنسبه لنا ديوك مايكل هو الاكبر سنا. تمام؟ ولكن ديوك مايكل؟ اه طبعا ديوك مايكل اكبر سنا، لكن انا كنت قايل في المقدمه كده ان هو is from a morganatic marriage، يعني زي ما قلت زواج غير متكافئ. اللي احنا في القصة بنقول ان his mother was not from a royal family، ده السبب الحقيقي. his mother او ديوك مايكل the mother was not from a royal family، مام الديوك مايكل مش من اسرة ملكية، عشان كده he doesn't have the right to be king، ماليش حق يبقى ملك. وزي ما قلت the throne has to go to، العرش نفسه لازم يروح ل برنسس فليفيا وطبعا رودولف الفبرج، ده المفروض. فهماني؟ يبقى المفروض السلطه تروح او العرش يروح لرودولف الفبرج الملك ويروح لبرنسس فليفيا. ليه ديوك مايكل ما يبقاش ملك؟ عشان السبب في القصه عندنا his mother was not from a royal family. الكاتب في الروايه بتاعتنا المعدله بالنسبه للثانويه العامه بيتكلمش من اكبر من اصغر، لكن بيقول ديوك مايكل او بلاك مايكل ملوش حق يبقى ملك عشان مامته مش من اسره ملكيه. وصلت يا نور؟ شكرا لحضرتك يا مستر. احنا شاكرين جدا وشاكرين لك طبعا متابعينا مع بعض. نرجع تاني كده يا مس ايمان، وكنا بنتكلم على الفرق بين راسندل واخوه طبعا روبرت راسندل. اتفقنا وقلنا ان روبرت كان طبعا شايف المسؤوليه، وراسندل كان دايما بيدور على الاوبورتيونيتيز، وقلنا زي ما يكون بالظبط بيتباهى بشيء ايه لا يملكه. تعال نرجع تاني على الشاشه وبنقول رودولف واز ديفرنت فروم هيز براذر ان ابييرنس اند بيرسوناليتي. ابييرنس الشكل وبيرسوناليتي الشخصيه. رودولف هاد ريد هير، كان شعره زي ما قلنا شعره احمر، وايل روبرت ديدنت. وشعره احمر ليه؟ عشان خاطر طبعا ان عمته اماليا كانت متجوزه واحد من الفبيركس. روبرت رياليزد هيز بوزيشن ان سوسايتي، مدرك مدى خطوره منصبه او وضعه في المجتمع، ده الاخ الاكبر. هاد ريسبونسبيلتيز، عنده مسؤوليات. بات رودولف سو اوبورتيونيتيز، طبعا اتكلم عن رودولف از رودولف راسندل، دايما شايف فقط اوبورتيونيتيز، فرص ان هيز بوزيشن. رودولف اوبورتيونيتيز وريسبونسبيلتيز، وملخص الكلام زي ما هو قال على لسانه، بيقول تو ا مان لايك مي اوبورتيونيتيز ار responsibilities. الـ opportunities هي نفسها responsibilities، يعني ما عندوش استعداد يضيع أي فرصة. Rose a very persuasive person. طيب in order to get him a job، يعني مش بس just blaming him، مش بس اللومه، لا كمان we have to find him a job. If we are concerned about، أو if we are in concern about his affairs. What job did Rose offer؟ And was she able to persuade Russell to accept? And if he accepted on what basis? تفضلي. طبعا احنا شفنا ان روز ابتدت في الاول بانها to blame him، ولكن دي كانت طريقه، او هي بتحاول انها تلومه، علشان دي طريقه علشان تمهد له لفكره انه في جوب، هي عندها جوب اوفر لي او عرض لوظيفه لي. فهي قالت له او عرفته انه سير جايكوب بارديل ده one of the important people in their society،
he's going to be an ambassador in a foreign country. Sir Jacob Bardale is going to be an ambassador in a foreign country. يعني Sir Jacob هيبقى سفير في واحدة من الدول البعيدة عنهم أو دول أخرى يعني. فطبعا she wants him to go to be his assistant. هي طلبت أو عرضت عليه أن يروح ويسافر معايا علشان يشتغل مع Sir Jacob Bardale. And this job will take place in 6 months. هتحصل بعد 6 شهور أو هيتبدأ الحكاية دي بعد 6 شهور. وطبعا هي قالت له I don't know which country he's going to be an ambassador in. هي ما تعرفش أي country أو أي دولة هو هيكون فيها سفير. فطبعا رادولف راسندل لقى نفسه قدام طريقتها because she has a way to convince people to do whatever she wants or she has a way not to refuse her orders or not to refuse what she likes or what she wants. كان عندها طريقة معينة انها تقنع الناس او ان الشخص ما يعرفش يرفض لها طلبها. فطبعا قصاد الكلام ده كله رادولف راسندل promise her that he's going to accept the job. هو وعدها انه هيقبل الوظيفة دي and he told her I'll be with him or I'm going to join him and even if it's going to be any other country or a bad country I don't care, I'll do it for you Rose. حتى لو كانت هيروح بلد سيئة انا مش مهتم انا هعمل الموضوع ده علشان خاطرك يا روز. Yes, great. يبقى روز لما كان بتلومه she offered him a job, عرض عليه وظيفة and to work as assistant for the ambassador Sir Jacob Prudell. يشتغل مساعد سفير مع سير جيكوب برودال. طيب in which country? They don't know. في أي دولة؟ ما يعرفوش. But it would be a very important country. هتبقى دولة مهمة جدا. هنعرف بعدين. طيب. راسندل accepted the job. قبل الوظيفة. ليه؟ بتقول له الوظيفة أو سير جيكوب would be an ambassador in 6 months time. يعني في خلال 6 شهور. يبقى الموضوع كده لسه قدام 6 شهور. خلاص. Why should I refuse يعني ليه أرفض؟ I can say yes now ولما ربنا بقى يسهل في الآخر. تمام هذه أول حاجة أول سبب لسه قدام 6 شهور. Again the job seems interesting. الوظيفة نفسها تبدو مهمة. ليه؟ لأن to be an assistant for an ambassador later you may be the ambassador himself. احتمال تبقى أنت نفسك بعد كده سفير. تمام طيب الشيء الثالث زي المس إيمان كده إن Rose has a way to ask people has a way to ask people things that they never refuse or they are unable to refuse. عندها طريقة تسأل الناس أشياء الناس ما عندهمش مقدرة أنهم يرفضوها. يعني بطريقتها هي very persuasive character شخصية مقنعة جدا. تمام طيب قبل الوظيفة هقعد 6 شهور بقى مستني ولا أفكر في حاجة تانية؟ تعال نشوف على الشاشة عندنا كده منقول Rose a very persuasive person شخصية مقنعة جدا هيبان قدامكم على الشاشة. Rose was trying to persuade Rudolf Rassendel to have a job. She told him that Sir Jacob Prudell was going to become an ambassador in 6 months time في خلال 6 شهور. He wanted Rassendel to work for him يعمل لحسابه. Rose believed that this was a good opportunity for him. Rose شايفة ان دي فرصة كويسة لراسندل. تمام؟ She had a way of asking people. هنتكلم بقى على الأسباب اللي خلت راسندل يقبل الوظيفة. She had a way of asking people to do things which was impossible to refuse. عندها طريقة في انها تطلب من الناس أشياء الطريقة بتاعتها دي أصلا مستحيل الناس ترفضها. Moreover he thought that the job sounded quite interesting. الوظيفة كمان تبدو interesting شيقة كويسة. تمام a good job. والسبب الثالث زي ما قلنا لسه عنده 6 شهور عشان كده he accepted the job. There will still 6 months before starting his new job. هو عندنا لسه في 6 شهور قبل بداية الوظيفة. So Rudolf decided to visit Ruritania. طب اعمل ايه في الوقت ده في ال6 شهور دول؟ اقعد بقى قدام روز كل شوية تلومني بقى انت قاعد عاطل وهكذا؟ لا he decided to visit. طبعا ده كان في حاجتين. حاجة ظاهرة انه يزور روتينيا ده كان شيء داخلي لكن الظاهر بقى ان هو قال لهم اروح جبال الألب
وألف كتاب طبعا A Small Country in the Middle of Europe. يبقى تاني كده أحبائي راسندل شايف كده أنه لسه قدامه 6 شهور. طب أعمل إيه في 6 شهور دول؟ Should I stay at home for Rose all the time to blame me, to فكرني, to remind me all the time that I am a 29 years old man and I am jobless? No. I would tell them something and I'll do something else. Or I'll do something else. قال لهم ايه يا مس ايمان؟ وعمل ايه؟ ده هنعرفه بعد. سمعنا ليه اتصال. We have a phone call. Hello. يا محمد ازيك؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك؟ سمير سر. الحمد لله رب العالمين. تمام. الحمد لله. أخبارك وأخبارك كلها. ماشي معايا سؤالين. اتفضل. في ايه بقى؟ في القصة. سريعا يا زعيم اتفضل. ماشي. السؤال اللي هو الآن اختياري. يقول وات بوك. أيوة. نسمع بعض السؤال عشان ما نضيعش وقت. اتفضلي. وات بوك. ديد رود فرانسينجن. أيوة. رايت. رايت. تمام. الاختيارات هتقول about a book about his visit to Ruthenia. About his visit to Ruthenia. Yes. Yes. وايه تاني؟ ايه يا محمد؟ بي بقى بتقول ايه؟ نعم. ايوه اختيار كده. انت قلت اختيار واحد. الاختيار التاني والتالت والرابع. سامعني يا محمد؟ محمد طيب حاول تصل بيا تاني يا محمد. انا برضو كده استوعبت سؤالك وفهمته وحاول برضو اجاوبك عليه. محمد بيقول what book did Rassendel write؟ ايه الكتاب اللي ألفه راسندل؟ كان دي النقطة اللي لسه نناقشها حالا دلوقتي مس ايمان. ومتوقع ان يكون واحد من الاختيارات مثلا about the Alps او about the political society. طبعا ما هو ده نفس القصة كنت هتناقشها حالا. تقولي لي بقى ايه؟ كنت هتقولي لي ان هو قال حاجة لروز والاخوه تبع روبرت وعمل حاجه تانية. تعال نناقشها ونستنتج الاجابه من نفسنا. تمام كده. طيب يعني دلوقتي انا امجنت ام راسندل. تمام. انا دلوقتي راسندل وانا دلوقتي انت بتلوميني انت ما بتشتغلش وبتاع. فقلت لي خلاص انا ايه قلت لك ايه اتفضلي. طيب هو راسندل حب ان هو يعرف روز ان هو مش ليزي قوي وان هو مش هيقضي الست شهور بدون ما يعمل حاجه برضو. فحاول ان هو يعني فهم بقى خلاص دماغها. حاول ان هو يقنعها بانه هيعمل شيء مفيد. وطبعا اول حاجه قالها ان هو he's going to travel to the Alps, ان هو هيسافر لجبال الألب. وطبعا while his journey he's going to write a book, انه اثناء الرحله بتاعته دي هو هيكتب كتاب about the social problem in the society, عن المشكلات اللي بتواجه المجتمع. حلو قوي كده النقطه. يبقى what did Rassendel say to or tell Rose, L.L. Rose, that he was gone to the Alps and there he would write a book about the social problem society. هيروح جبال الألب. لو سكت هنا كانت هتاكله برضه. لأنه كده هيتفسح. صح؟ لسه برضه ليزي. لكن لما لا أنا ألف كتاب عن المشاكل الاجتماعية في المجتمع. يبقى الراجل ده هيخش في السياسة بقى كده. تمام كده؟ دي سكة. طبعا ده شفنا احنا ال consequences بعد كده ان شفنا انه كان طبعا his brother and his sister-in-law were really happy. كانوا مبسوطين جدا that it is a way to get into politics. يتخش بقى في سبيل او في طريق السياسه زي شغل اخوه ومرات اخوه طبعا. طيب لكن really was he going to write a book about the social problems in society? Well actually not. طبعا لا هو ما كانش في نيته يكتب كتاب عن السوشيال بروبلم ولا يكتب اي كتاب اصلا. ولكن احنا هنشوف انه في تعليق انه طبعا مع نهايه وتطور الاحداث في الستوري انه في النوفل دي انه في الاخر هو هيقوم بكتابه كتاب عن هيز طبعا ادفنتشرز ان روريتانيا, عن مغامراته في روريتانيا. يبقى كده محمد استنتج الاجابه كده. يا محمد انت كده استنتجت الاجابه ان راسندل ما الفش كتاب عن رحلته لجبال الألب ولا كتابة عن المشاكل الاجتماعية في المجتمع. لا ده بعد ما خلص الادفنشر بتاعته خالص في الروتينيا وروح بلدهم لندن ألف كتاب عن مغامراته في الروتينيا. يبقى كان الاختيار الأول اللي انت قلته لنا اللي هي about his adventures in روتينيا. طبعا الكاتب نفسه أنتوني هوب
حط الرواية على لسان راسندل، هو بيقول أنا عملت كذا وكذا. يبقى هنا بالنسبة لنا بنقول إن راسندل ألف أو كتب كتاب عن مغامراته في روتينيا، لكن he doesn't write أو he didn't write a book about the problems in society. Really he didn't intend to do this. ما كانش عنده النية يعمل كده يعني. هو just was telling a lie. كان بيكذب فقط على روز. تمام؟ طيب تعال نشوف الكلام ده احبائي مكتوب على الشاشه عندنا. بنقول there were still 6 months before starting his new job. So Rudolf decided to visit Ruritania, a small country in the middle of Europe. Rassendel's family have always had an interest in the Ilfberg family because in 1733 Countess Amalia Rassendel married a member of the Ruritanian royal family, the Ilfbergs. هنقف عند نقطه الام اس ايمان، وعلى وعد طبعا ان احنا ان شاء الله يعني نستكمل مع بعض. وصلنا طبعا لنقطة ان راسندل او الاسرة راسندل نفسها كان عندها اهتمام دايما باسرة الالفبرجس. ليه الاهتمام جاي منين؟ عشان طبعا كاونتس اماليا كانت متزوجة يعني واحد من اسرة الالفبرج. طبعا المرة الجاية ان شاء الله هنلاقي قصة كمان نستكمل مع بعض الفصل ده. تمام؟ طبعا احبائي كل الشكر لمس ايمان المصري ولكل الناس behind the camera and to all of you our viewers and watchers, promising to come again with the same chapter to continue, and until that moment good luck and goodbye.